اكزامبل موجود في الكتاب. رح نفترض انه الدنسيتي تبعت A والدنسيتي تبعت B والدنسيتي كلها والدنسيتي تبعت المزيج بتساوي كلها نفس الدنسيتي 900 كيلوغرام بير كيوبيك متر. عندي حجم التانك 2 متر مكعب، حجمه نسبيا كبير اه، كل متخيل قديش يعني 2 متر مكعب وكونستنت. W1 تساوي 500 كيلوغرام بير مينت، W2 تساوي 200 كيلوغرام بير مينت، X1 تساوي 0.4، X2 تساوي 0.75. طيب اذا احنا جينا دخلنا على هذا السيستم حطينا اكس 1 حطينا الفاليو تبعت اكس 1.4 واكس 2.75، فواضح انا لما بدخل من اكس 2.7 هلا هون اكس 2 مش واحد اه 0.75 والمزيج داخل عندي على 0.4، فايش انا بدي احاول اعمل في اكس؟ ازيدها مش هيك؟ ما بقدر انزلها عن 0.4 ما لهاش معنى زي ما انتم سالتوا السؤال هنا، ما بقدرش انزلها عن 0.4 بدي ارفعها لقيمه معينه والقيمه هاي بدها تكون اعلى من 0.4. هلا بنيجي بنسال السؤال قديش اكس الان؟ هلا هي اشتغل هذا السيستم وصار له فتره بيشتغل واجيت عليه، قديش لازم تكون اكس؟ هي المعادله عندي مش هيك؟ او يعني خلينا نقول هي اكس دبليو تساوي اكس 1 دبليو 1 زائد اكس 2 دبليو 2. اكس بدنا نعرفها W W ايش بتساوي؟ W1 زائد W2 500 و200 700 تساوي X1 اللي هي 0.4 في W1 اللي هي 500 زائد 0.75. ايش معنى هذا؟ انه انا اجيت فجأة دخلت على هذا المصنع قال لي احنا صرنا من اول ما شغلنا هذا النظام عم نحفظ 500 كيلوغرام بالدقيقة وهون 200 كيلوغرام بالدقيقة والتركيز تبع هذا المحلول ايه في هذا المحلول 0.4 والتركيز في هذا الفالف اللي احنا بنتحكم فيه 0.75 واحنا مثبتين كل القيم وهذول كلهم ستيدي ستيت فاليوز. فلو اجينا الان اخذنا عينة من هون وقسناها شو راح نلاقي تركيز ايه فيها؟ 0.5. اوكي فرفعنا احنا المحلول رفعنا التركيز تبعه من 0.4 ل 0.5 باستعمال المحلول الثاني اللي عم ندخله هون 0.75. هلا هون السؤال اذا غيرنا W1 فجأة من 500 غيرناها من 500 ل 400 اذا change in W1 كانت قيمتها 500 صارت قيمتها 400. اوكي الكل فاهم السؤال؟ فجيت انا هلا غيرت W1، هلا W1 بالحالة هاي رح يكون disturbance بس ما بيأثر هو رح يغير شيء على السيستم. فلما نزلت هلا شو بنتوقع يصير؟ نزلت انا التركيز تبع المحلول اكس التركيز اللي فلو عفوا. هلا لاحظوا شوفوا عشان تجاوبوا على السؤال. نزلت الكمية تبعت اللي محلول اللي داخل اكس 1 ونزلت تركيزها من 500 ل 400. شو صارت هلا الظروف الجديدة عندي؟ قديش جاييني من اكس 1 من هذيك الجهة؟ 400. قديش ضل جاييني ضمنيا من السؤال ضل جاييني من هون قديش؟ 200. بدل ما يجينا 500 و400 صار يجينا 400 و200 افضل. اذا ايش بتوقع بصير باكس بعد فتره طويله جدا؟ اوكي ماشي الكل فاهم؟ هلا راح تقول لي هذا ديستربنس مزبوط بس هو ستيب فانكشن. فجاه اجيت لقيت عند لحظه كان هذا الفلو الضخ اللي هون كان 500 وكستيب فانكشن ايش لقيته نزل؟ نزل ل 400. اوكي فتغير القيمه من 500 ل 400 فصار عندي باختلاف جديد. شو هلا القيمه الجديده اللي راح يوصلها سي؟ راح يصير سي نقدر نطلعها مش هيك؟ اللي هي ستدي هي ستاتيك موديل راح يعطيني القيمه الجديده اللي موجوده هون. عندي نفس الشيء اكس راح تصير نيو. هلا دبليو قديش صارت بالحاله هاي؟ صارت عندي 600 400 و200 مش هيك؟
وتساوي x1 قديش كان عندي x1؟ 0.4 في 400 زائد 0.75 مش هيك؟ في 200. حد يتاكد من الرقم على الاقل حاسبه، من الرقم اللي عندي هون 0.516. اذا رح يتغير عندي هلا بعد فتره طويله كستيدي ستيت كونديشن، رح يتغير هذا الفاليو التركيز في التانك، رح يروح من 0.5 من 0.5 رح يرتفع ل 0.516. بس انتقاله على اي تايم كونستانت رح يكون؟ هلا هذا سؤال مهم، انتبه بما جاوب السؤال. ايش التايم كونستانت اللي بحكم انتقاله من قيمه لقيمه؟ رو ما تغيرت وفي ما تغيرت بس دبليو تغيرت. مين باخذ دبليو القديمه اللي قبل الزيرو واللي دبليو الجديده اللي بعد الزيرو؟ الجديد. اذا التايم كونستانت عندي راح يكون رو اللي هي قديش؟ 900 في الفوليوم اللي هو 2 على 600. 900 على 600 1.5 في 2، بس هذه مش سكندز، هذه مينتس. كل هون الهاي مينتس 3 مينتس. على فكره معناها انه انا اون افريج كل 3 دقائق عمالي بفضي التانك وبعب، يعني بفضل الشيء القديم اللي فيه وبتعبى من جديد. هذا الزمن اللي باخذني حتى افضي التانك هذا، يعني كانه اللي دخل من هون اول قطره دخلت من هون خلال 3 دقائق بتكون طلعت. اوكي ماشي.